يعني في بعض الكلمات حسيتها من خلال هاي القصيدة أنه مكتوب على الباب ممنوع، هي ذكرتني بكورونا بصراحة والفترة الصعبة اللي مرت على العالم كله، عالمنا العربي، يعني اللي ممنوع حتى نشوف اللي فرقونا، ممنوع حتى نلمسهم ونبوسهم، يعني الله يرحم كل اللي راحوا بهاي الأزمة يا رب. خلينا حتى نعمل الدعوة الكريمة دي لكل مشاهدي بيت للكل اللي أكيد بيشوفوا الشاشات العربية اللي أكيد متأثرين، خلينا نترحم على كل اللي فرقونا بآيات كده من النور وقراءة فتحة كريمة عليهم بروحهم بإذن الله عند ربهم يرزقون. آمين يا رب. يا رب بالرحمة. طب الكلام هذا انكتب لمين فارس؟ جدي ربنا يرحمه. أنا لما بحاول أكتب أو لما بكتب حاجة بيبقى الموضوع من جوايا شوية، يعني لازم تكون التجربة دي أنا عشتها فعلا ومريت بالحالة دي. حتى أنا بوصف لما لو لاحظت أن أنا بحاول دايما أكتب قصة، أنت بتروح وفي مستشفى والباب والتفاصيل دي بتوجعك شوية، فأنت بتكتبها على هيئة الحاجة اللي أنت بتعرف تخرج فيها طاقتك. يعني أنت الشاعر دايما لما بيتضايق بيكتب، يعني حتى أكيد حضراتكم عارفين، يعني لو أنت ما أحسن حاجة تطلعها اللي أنت عايش، يعني لسه الموقف حامي هو وأنت ماسك القلم مقصر فيك وبتكتب، فبتطلع حاجة تفرغ كل اللي داخلك. بس أسأل، ذكرت أنت مرور الأسئلة ويا زملائي، ذكرت بين قضية بين أنت وليد بيئة، في بعض الأحيان هل تولد البيئة التوارد في النصوص؟ هل يقع الحافر على الحافر؟ هو طبعا يعني بس مش فكرة، مش استنساخ، أنا إنسان وأي شيء، وحضرتك إنسان وكل كلنا بشر، فأنت ممكن حبيبتك مثلا تضايقك فتكتب عنها حاجة، أنا حبيبتي هتضايقني هكتب عنها حاجة في الحتة دي، بس أكيد مش 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 هيبقى، يعني أنا كاتب حاجة لجدتي باللهجة بتاعتنا البحتة، صدفة طلع الأستاذ الأبنودي كاتب حاجة. طب قول حاجة لجدتك. جدتي كانت برضو حشرية اسمها حكاوي ستي. طبعا ده القصيدة دي تعرفوا بقى من خلالها على ثقافتنا احنا، وده بجد الكلام ده حصل بجد، يعني القصيدة دي برضو بجد مني. كانت بتقول ايه؟ كانت ستي قالت ازيك يا ولد، انت تكبر قوم تخيم، والبشر تكبر وتعجل، شفت ايه سوى الزمان، والله بهدلني بصحيح، جدك يا واد فاتني ومشي، والدنيا على ستك بتدجل، اسبوعين غايب عليا، مين اعز عليك هناك، مش بتيجي تزورني ليه، امك اللي معصياك، جانا ابوك الصبح بدري وقلت فينه، قال لي نايم لسه بتصلي الفجر، ولا طعم النوم لهاك، اوعى يا ابن الدنيا تاخدك تنسى روحك ايه ومين، تنسى نفسك، تنسى اصلك، تنسى كنا في اللحيم، نصحى بدري نصلي فرضه، نرضي رب الكون في ارضه، نمسك المصحف ونجرى ننام فنصبح ايه مرتاحين، الزمن يا دنايا صعب ويا مناس جابلك غوى، كنت زنت البنات وبقيت اهو عايشة بدوا، فاكرة جدك يوم ما شافني كنت طالعة وشايلة جرة، شافني مرة وهي مرة جابلي مهري وجه هوا، كان زمان الدنيا سهلة، عزالي كانت حلة وحصيرة ولندا جاز وابور وزير، عارفين الزير؟ جابلي تلفزيون ساعتها، واللي كان بيجيبه وقتها كان وزير، لما ابوك اتجوز امك كنت اول مرة اعرف البتاع ده اللي اسمه نيش، الحياة كانت هادية سهلة عن زمانكم ومش كتير، كنت دلوعة وجميلة، كانت عينيا خضرة برسيم بس دبلت، العيشة كانت ترفض تهيني بس لما كبرت جبلت، راسي كانت مرفوعة فوق ولا عمرهاش نزلت لحد، بس ظهرا ما انحنى والعود تنى لقيتها نزلت، مش دايما حلوة ولا دايما مر، هي ساعة تعدي فجأة تلقى عمرك بيك يمر، اوعى يا ابن الخيط يكر وتلقى ربك وانت حافي، عملك قاعد لك مهما تهرب شر تزعل خير يسر، توعى جدك يا ست، توعى كان بيقول لك ايه، اوعى حد يهين كرامتك لو هتكسب منه ايه، شيل الناس الجمايل بس ما تشيلهاش، وعينك عمرها ما تنزل لحاجة غير لربك في السجود، لما كبرك يبقى سايجك اعرف انك طين ودود، اوعى يغويك الطريق تنسى اخر مودي فين،
اوعى تاكل لحم مسلم بالنميمه او تنسى دين. الزمن ده فيه بلاوي غير زماننا اللي عدى. الزمن ده شكله حلو وطعمه شين، بس زي زمان في جنه برضه زي زمان في نار، وانت تختار تبقى فين. قلت ماشي يا تيتا. طيب تيتا، طيب لما اقول لك حاجه تاني تقول لي ماشي يا ست حاضر. قلت ماشي يا ست حاضر. الله يفهم، الله يفهم، صح لسانك. يعني يا جمال قصيدتك وجمال ستك الاثنين الحقيقه اجمل من بعض. فارس بجد انت نورتنا النهارده ووجعتنا، بس وجع حلو يعني، وجع مكتوب حلو.